أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا مع الدكتور محمد البرادعي. كيف ستروج لهذه الفكرة؟ يعني هذه فكرة كلمني الأستاذ ديا رشوان في الفاصل وقال لي أنه متفق تماما، ودي كانت فكرة لديه أيضا. يعني في ناس كتيرة مهتمية بهذه الفكرة، كيف ستروج لها دكتور برادعي؟ من خلال الكلاميس. النهاردة عندنا ملايين بيتفرجوا علينا. لو قوى سياسية والمرشحين والمجلس العسكري وقوى الاستقرار وقوى الثورة وكل تيقن أن لابد نجد مخرج من المأزق اللي احنا فيه ده، وان الخروج منه ان احنا نقول ان الفتره دي ما زال استكمال للمرحله الانتقاليه نتيجه سوء الاداره، محتاجين سنه كمان نوضب نظبط البيت نحط الاساس وبعدين نعمل انتخابات. اامل يعني، انا قوتي في لساني. لديك حزب الدستور ايضا، وهو حزب يعني الدستور طبعا تحت التاسيس، وانا بنشتغل مع الشباب وهتكلم طبعا مع يعني المفكرين والشباب وكل من أقابله. هتكلم مع المجلس العسكري، ربما لدى المجلس العسكري من هنا ياريت المجلس العسكري، نود أن المجلس العسكري ينهي يعني هذه المرحلة بنهاية أطيب من الفترة اللي فاتت دي. وقد يكون لو حصل هذا الاتفاق أعتقد أن ده يكون مخرج جيد لجميع الأطراف. يا لميس، والحقيقة يعني أنا مش شايف حد فيه هيكون خسران، كل هيكسب، لان يعني هيهبط الاحتقان الموجود النهارده واللي انا شايفه وخايف منه. للاسف القوى السياسيه في مصر ما اعتدتش انها تقعد مع بعض وتتكلم، حتى لما اتفقت على الاعلان التاسيسيه او قواعد التاسيسيه مؤخرا كان بعد بصراحه ضغط من المجلس العسكري اللي هو 48 ساعه ولو ما اتفقتوش هطلع اعلان دستوري مكمل. هنا اضطروا ان هم يتفقوا. تفتكر لازم يجي ضغط برضو من فوق؟ انا اسفه ان انا اقول كده، انا ما اعرفش اذا كان حد عنده ضغط النهارده. ما لا اعتقد المجلس العسكري عنده ضغط بصراحه، يعني المجلس العسكري فقط جزء كبير من قوه الضغط بتاعته. ليه يا دكتور؟ لان المجلس العسكري كنا بنقابله والصور بيقابلوه بالورد والناس كلها بتقابله بالورد، النهارده سمع الهتافات، لان بعد الشرطه المدنيه حل محلها الشرطه العسكريه. اما تسمعي على تعذيب، تسمعي على كشوف عذريه يا لميس، يعني ما تسمعي ان ما فيش حد اتحاكم النهارده. انا في تصوري للاسف وللاسف لان انا كنت افضل المجلس العسكري يخرج ونحن جميعا مدينين له بالفضل. النهارده في غضب كتير الحقيقه تجاه المجلس العسكري من الشباب ومن الثوار، يعني انا بعكس هذه الحقيقه. وامل ان في الفتره الاخيره القادمه المجلس العسكري يساهم في ان على الاقل ننهيها نهايه طيبه بحيث البلد ما تنفجرش. لو يساعد عن طريق طبعا ما زال له قوه ويقدر يتصل، هو اللي بيتصل بالقوى السياسيه. القوى السياسيه كذلك لازم تفهم بقى انها تبص للصوره الكبيره، تبص لمصلحه الوطن من باب التغيير. يعني كذلك لابد ان المرشحين وكل الناس دي تفهم ان الجميع خسران، ما حدش هيكسب اذا البلد انتهينا بان المجتمع اتفجر. لان النهارده اللي انا شايفه ما هياش انتخابات في إطار ديمقراطي، ده انتخابات بتقسم البلد. الناس بتقول لك يا نصها هيهاجر يا نصها هيضرب الكرسي في الكلوب. ما هوش ده الحل، ما هوش ده الحل. طوال الفترة الانتقالية وكان في ثنائية صراع أو خلاف في مصر ما بين المجلس العسكري أحد طرفيها والإخوان الطرف الآخر. خرج من من الثنائيه دول الثوره، خرج شباب الثوره، خرجت فكره الثوره من هذه الثنائيه، وبقينا في ثنائيه استحواذ على السلطه. مين اللي اقوى؟ مين اللي يكسر مين؟ مين اللي يهزم مين؟ الحكومه وكل هذه، كيف ترى هذه الثنائيه؟ ارى هذه الثنائيه ان مش هي دي الثنائيه اللي فجرت الثوره اساسا. اللي فجر الثوره دي هم الشباب اللي مات منهم 800 او 1000، اللي اتعذبوا، اللي اتحكموا في المحاكم العسكريه، اللي يعني اللي اهينوا، اللي ما شافوش اي عمليه قصاص للناس اللي موتتهم. الثنائيه دي جزء من المجتمع، انما الثوره دي قامت على ايدي الشباب ومن اجل الشباب. وعاوز برضو من خلال الكلاميس افهم الشباب ان لا يمكن يتطرق الياس لنفسكم، الثوره دي هتكسب. ناس كتير يائسه يا دكتور الثوره. شوفي الثورات، لما تشوفي تاريخ الثورات، احنا بعد 60 سنه ما كانش عندنا حريه. يعني كان اختلاف، وانا برضو اوضح هذا، يعني كل عصر كان ليه سيئاته وحسناته، ما فيش حاجه اسمها ابيض واسود. انما ما كانش عندنا حريه، القاسم المشترك في 60 سنه ما كانش عندنا حريه، ولا عمرنا حد طلب مننا نختار حتى عمده كويس. فالنهارده
احنا دخلنا مرحلة جديدة، والمرحلة دي اللي فجرها الشباب لانه مستقبله على المحك. الثورة دي هتنجح النهاردة. الناس اي شاب كلمي اي شاب وشاب، ايوه بحبط بس عارف هو عاوز ايه، عارف عارف ان عاوز يبقى حر، اعلام حر، قضاء مستقل، مجلس شعب منتخب انتخاب نزيه، رئيس جمهورية يمثله، تداول السلطة، كل ده مش هيروح لان حاجة حصلت عمرها ما هتتغير. حاجز الخوف اللي اتكسر عمره ما هيرجع. اديك بتشوف الملايين بتنزل وبتطلع، ما تنظمتش صحيح، ما وحدوش مطالبهم، ما بدأوش يشتغلوا عمل سياسي من خلال احزاب، انما كل ده هيحصل وهيكسبوا الثور. النهارده الشباب اللي معتصم في ميدان التحرير النهارده ده يعني دولت مضحيين بمستقبلهم، مضحيين بحياتهم في مقابل قد تتفقي او تختلفي معهم، انما دولت شايفين ان هم الثوره دي لابد انها تتحقق هدف. هم ما شافوش حاجه من الثوره دي اتحققت لغايه النهارده، ولا هم ولا المواطن الغلبان اللي انا عاوز ارجع له تاني. نرجع للمواطن اللي انا صعبان عليا ده. لان المواطن احيانا بيشعر ان كل شويه ميدان التحرير، كل شويه بينزعج وبيحس ان ده يعني قلق، وبيضيع بيضرب السياحه وبيضرب الاقتصاد المواطن ده هيعمل ايه؟ المواطن ده اللي غلبان واللي انا صعبان عليه، يعني شايف 5% بالكتير ما تطلق عليها النخبه، كل بيجروا يلفوا حوالين بعضهم في اوضه مقفوله، في اوضه مقفوله، والنهايه جابوا له وظيفه، لا جابوا له مستشفى، جابوا له تعليم، جابوا له شيء نهائي، جابوا له امن حتى ولا حاجه. فبالتالي الراجل ده كفر بالنخبه بما فيها واحيانا بالثوره، لان والحقيقه الثوره مظلومه في هذا، انما الثوره مش هي السبب في هذا كله. انما ايه اللي بيخلي الناس نزلت تاني مليون الاسبوع اللي فات؟ ان النظام لسه بيحاكم نفسه، يعني النظام المحاكمات. نيجي ده جبنا المحاكمات. المحاكمات يعني انا لا ما بتكلمش انا ولا احب، وحكايه بالمناسبه ان ما فيش تعليق على احكام القضاء ده كلام مش موجود، مش صحيح. يجب تحليل الحكم في كل الدنيا، عشان كده بينقض في كل الدنيا من حق الشعب والمجتمع المدني انه يعلق على الاحكام. ما هياش ده كلام يعني ما اعرفش جابوه من فين، احنا في مصر يعني عندنا حاجات كده مفاهيم ما فهمتش، مش عارف جبناها من فين او ورثناها من فين، يمكن ايام الفراعنه يعني. تعليقك ايه على الحكم بقى بما ان انا يعني انا ما اعرفش الحقيقه الحكم ولا قرات الحكم، انما اعرف ان النظام بيحاكم نفسه، وبالتالي اعرف ان ما فيش ادله عند القاضي. لو انا قاضي وقاعد وما عنديش ادله، والادله عارف انها اتحرقت، وجهاز امن الدوله كل الملفات اتحرقت فيه، طب هعمل ايه؟ يعني انا ما عشان يبقى في محاكمه عادله يبقى في جهاز تحقيق مستقل، وده مش موجود النهارده، لان ولا حتى النائب العام الادله دي كلها ما راحتش، راحت. اما عندي جهاز الداخليه كله هو بيحاكم نفسه، هيقدم ادله عشان يدين نفسه يا لميس، وبالتالي الناس نزلت فقدت الثقه في القضاء. هي مش القضاء، هي فقدت الثقه ان النظام القديم ما تغيرش، وعشان كده انا قلت وكأن نظاما لم يسقط. كنت تفضل محاكمات ثوريه او لا اطلاقا؟ اطلاقا انا رجل قانون، رجل قانون، لا 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 خالص، يعني ما فيش حاجه اسمها محاكمه عادله. الثوره قامت عشان العداله والمساواه والحريه، وعشان كده بسمع برضو بعض يعني القضاء يقول لك مش عارف ان انا لازم ابني يبقى في القضاء. طب ما كنا الرئيس مبارك جاب ابنه عمليه توريث بقى. بس دكتور بلدي، انت ضد المحاكمات الاستثنائيه تماما والمحاكمات تماما عسكريه استثنائيه طبعا. انا الثوره دي قامت عشان مبادئ حريه وعداله ومساواه ايا كان الميدان كان بيطالب بيها، مرشحين زي حمدين وابو الفتوح وخالد علي كانوا بيطالبوا بيها. ماذا تقول لهم؟ اقول لهم ان المبادئ لا تتجزا، المبادئ لا تتجزا. الثوره قامت عشان احارب اللي كان بيحصل، عشان سيد بلال السلفي اللي موتوه، خالد سعيد اللي موتوه، انا مش عاوز ده يتكرر، وبالتالي حتى لو كان اعدى اعدائي، حتى لو كان مين، لابد ياخد محاكمه عادله. ده مفهوم الحرية ومفهوم الديمقراطية اللي لسه بنتعلمه يا لميس. صحيح. هنخرج فاصل آخر. رجل القانون هنا، والحقيقة هو بيرتدي هنا قبعة رجل القانون، رجل القانون الدارس للقانون دكتور محمد البرادعي، يرفض المحاكمات الثورية والاستثنائية لأنه يرى أننا يجب أن نسير في المسار الطبيعي، وهي دي الثورة قامت لأجل هذا المسار، فهو يرفض المحاكمات الاستثنائية. فاصل ونواصل هذا الحوار.